نروح لأخبار نادي الزمالك ونبدأ من عند مجلس الإدارة اللي بيدرس مسألة تعيين مدير للتعاقدات خلال الفترة اللي جاية، وهيتولى ملف المفاوضات وحسم الصفقات الجديدة بدلا من تدخل أعضاء مجلس الإدارة في الملف ده. ومجلس إدارة نادي الزمالك شايف أن تعيين مدير للتعاقدات أمر مهم جدا في الفترة اللي جاية، لأن الأمر ده بيخلي المجلس يتفرغ لأمور تانية. كمان يسعى مجلس الزمالك لحسم عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية في يناير، وده بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز اللي أكد على ضرورة دعم الفريق في عدد من المراكز المختلفة. على مستوى مشاركات الزمالك في الكونفدرالية، تألق النادي الأبيض أو تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن موعد مباراة الفريق اللي هتكون قدام النادي المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة اللي كنت لسه بتكلم مع حضراتكم عليها في بداية الحلقة، وتقرر إقامة المباراة يوم 15 ديسمبر الساعة 6 مساء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بدلا من استاد القاهرة. بيستعد فريق الزمالك للقاء أنيمبا النيجيري يوم الحد إن شاء الله 8 ديسمبر الساعة 6 مساء في نيجيريا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. كمان بيدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك إن هو يدفع بعمر فرج أساسي في مباراة الفريق أمام أنيمبا النيجيري المفروض هتكون يوم الحد. وجي تفكير جوميز في الاعتماد على عمر فرج بسبب غياب ناصر منسي عن المباراة بسبب الإيقاف وعدم رضا المدرب البرتغالي عن مستوى سيف الدين الجزيري في الفترة الأخيرة، وده اللي خلى اللاعب يقعد احتياطي في مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة اللي انتهت بفوز كبير جدا لنادي الزمالك. بيسعى جوميز كمان لمنح فرج الفرصة كاملة في المباريات عشان يقدر يحكم على مستواه بشكل أكبر. كمان جوميز قرر سفر بعثة الفريق لنيجيريا صباح الجمعة بإذن الله، متوجه لأنيمبا لمواجهة أنيمبا النيجيري متوجه لنيجيريا، وقرر مجلس الإدارة سفر الفريق لنيجيريا بطيارة خاصة. هم حريصين انهم يوفروا كل سبل الراحة طبعا للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة بطل نيجيريا. نروح لخبر كمان، احمد مجدي مدرب الزمالك يعني اتكلم عن مكاسب المباراة الودية اللي اقيمت امبارح امام الرجاء بمطروح وانتهت بفوز نادي الزمالك بثلاث اهداف نظيفة. نجح الزمالك في الفوز على الرجاء بثلاث اهداف، دي كانت مباراة ودية اتلعبت امبارح على ملعب النادي، وسجل اهداف الفريق حسام اشرف زياد كمال وسيف الدين الجزيري. أكد أحمد مجدي أن المباراة شهدت إيجابيات كتيرة بخلاف الفوز، وأهمها تجهيز جميع اللاعبين والوقوف على مستوى عناصر الفريق بجانب تجربة بعض اللاعبين في مراكز جديدة. وقال كمان مدرب الزمالك أن عودة محمد شحاتة وتعافيه من الإصابة ده أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني، وجت مشاركته في الشوط الثاني من المباراة لتجهيزه بشكل تدريجي للفترة المقبلة.